فكما لاحظتوا هنا تنتواجدوا في المركز الجهوي لرعاية الحيوانات هنا في عمالة سلا. هذا المركز هذا تتشرف عليه الجمعية ديالنا واللي يالله خدت زمام الأمور ديالها. دونك يلا بدينا العمل هنا ابتداء من اليوم إن شاء الله. والهدف ديال التسيير ديال هذا المركز هو تطبيق مضامين واحد الدورية اللي كانت ما بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة وكذا الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، واللي تترمي إلى جمع كلاب الضالة. انتم تعرفوا كلاب الضالة فهي ظاهرة مستعصية اللي شحال سنين هذه وحنا تنحاولوا باش نقضيو عليها، وان شاء الله هذه الخطه الطريق ان شاء الله غادي نحاولوا ان شاء الله نتحكموا فيها. اذا قلت لكم بان مقتضيات هذه الدوريه وانه سيتم تجميع هذه الكلاب وغادي نجيبوها لهنا لهذا المركز هذا قصد معالجتها ضد الطفيليات، تعقيمها باش ما تبقاش تولد، ثانيا اطعامها باللقاح الخاص خاصه اللقاح ضد السعر او داء الجهل، وانتم تعرفوا بان داء السعر داء خطير التي يقدر ينتقل الانسان. اذا هذه الحيوانات من بعد ما سيتم نديروا كاع هذه العمليات كلها وتتم المعافاه ديالها وبفتره نقاها سوف يتم ارجاعها الى موطنها الاصلي. علاش؟ لان هذا هو الهدف، الموطن الاصلي بغات اوكيبي هذاك لو تيريتوار، من جهه ما غاديش تولد، من جهه اخرى لن تشكل خطر على المواطنين. علاش؟ لانه معقمه وتم الاطعام ديالها ضد داء السعر الى غير ذلك، وبالتالي سوف يتم حد هذه الظاهره ديال تكاثر الكلاب الضاله سواء في البدول او المناطق المجاوره للمتون. رايتم بالعين المجرده ما الحال وما هو عليه هنا، فهذا المركز يتواجد بعيدا عن المدار الحضاري. ما كاين وانتم شفتوا ما كاين لا رائحه لا والو في قلب الغابه، والحمد لله انتم شفتوا كيف يتم التعامل مع الكلاب، كيف تتم معالجتها من طرف اطر متخصصه في الطب البيطري، كيف يتم اطعامها والاعتناء بها، وشفتوا المحلات والباب مفتوح لكم ولجميع الفعاليات باش يتاكدوا من هالشيء في مقارب. هاد لو ريفوج كنستقبلوا الكلاب من ثلاثة ديال الجماعات، جماعة الرباط، جماعة سلا، وجماعة تمارة. هاد الكلاب هادو ملي كنستقبلوهم كيكون عندهم دي فيش كيدخلوا بهم دي فيش ديدونتيفيكاسيون، ودايرين ليهم دي بلوك، كل بلوك الجماعة معينة باش ما يتخلطوناش. فهمتي؟ وكاينة اون ايكيب اللي كتسهر على التغذية ديالهم، نيتواياج ديالهم، في انتظار انهم يدار لهم لو تريتمون بأطباء بياطرة اللي كيجيو خاصين اللي كيجيو يديروا العمليات هنايا. دونك ابخي كنديروا هاد لي شيان تريتي كنديروا لهم دي بوكل، هاد لي بوكل حتى هما بالالوان وكوغيسبوند كل لون كوغيسبوند لا كومون ديالو. بحال دابا الرباط عندهم لي بوكل زرق باغ اكزومبل، ومن بعد واحد الفتره ديال النقاهه كنعاود نغوبلاسيوهم في لو تيريتوار انيسيال اللي جاو منهم، وهذا الشيء بيان سور بالتنسيق مع المكاتب الصحيه اللي هما عندهم كيقوموا بلو غاماساج بلا كابتور ديالهم او نيفو ديال لي تخوا كومون، كيجيبوهم ومن بعد هما اللي عاوتاني كيردوهم للبلاصه ديالهم.